لفت انتباهي هذا الرغيف، والله هذا ما بينعطى للمواطن، يعني هذا عجين، هذا حرام، حرام يعني نعطيه للمواطن صراحة ما راح تستفاد منه شيء. يعني من هون لسنة ما بيرفع خبز؟ ما بيرفع. من هون لسنة بقطع ايدي قبل ما ارفع خبز. بكرة اذا رفعته صار الخبز رح يرجعوا لهذا المقطع ويعملوه ترند. يعملوه ترند. هيك عم بيكون خبز ولا شلون الوضع؟ كل يوم هيك تقريبا، كل يوم. جيد ولا سيء؟ الحمد لله مقبول. الحمد لله مقبول؟ ايه الحمد لله. ايه رزيهم الخير. كيفك عم؟ اهلا وسهلا. كيف بتلاقي الخبز هون بهذا المحل؟ والله ازمه على طول، ازمه ونتعذب وبهدله يعني. اي والله. جوده تبعه كيف؟ جوده تبع الخبز كيف تلاقي؟ ماشي الحال، ماشي الحال يعني. بتقعد بالثلاجه مثلا اذا بدك تحطها يومين او كذا؟ لا والله يومين ما يمشي حاله، بكره كله يفرط. بكره هذا للاكل الفوري؟ اي والله يوم بيوم يعني، بكره هذا كله بيفرط يتفتت لحاله. اي والله شو بدنا نسوي؟ بينا عليه هذا الخبز يعني مثل ما احنا شايفين مشاهدينا. صراحه الرغيف اختلفت، صح يعني القطر تبع الرغيف منيح وهيك، بس يعني فعلا هذا اللون يلي فيه او ما بعرف. هلا بنشوف جوا كيف الوضع. طبعا هذا الازدحام اللي بنشوفه نحن دائما عند كل المخابز الاحتياطيه يلي موجوده، ان كان بمحافظه دمشق، خريف دمشق، حما، اللاذقيه. هذا الازدحام كونهم بيبيعوا بشكل مباشر للمواطنين الخبز من خلال منافذ الفرن الموجوده. بس شوي على سمار يعني، انه بيعطي شوي على سمار. كيف لقيتوا جودة الرغيف؟ هلا مثل ما انتم شايفين، تفضل الكاميرا، نوعية الخبز جيدة. يعني ما انتم شايفين، النوعية جيدة. أنا شفته بعد ما عم يتبرد، فبتحسه يعني هيك للأكل الفوري يا أما فوراً بينتزع. هلا اذا عم يتبرد وعم ينحط بصناديق ويوصل للمواطن بشكل نظامي، لا عم يضل كويس. اما اذا عم يتكدس فوق بعضه اكيد رح يخرب. ناس بتطالب باستقالتك اليوم. والله ما انا ما راح استقيل، هي اكيده. ديروا بالكم يا جماعه، لانه هلا شوف بالاول ضرب، مو ضرب اصحاب ابدا.